النهاردة أعلن الكابتن محمود يوسف المدير الفني محمد يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش رحيله عن منصبه بالتراضي وبالاتفاق مع الإدارة. طبعا بالتراضي دي كلمة بتتقال دلوقتي عشان المدرب يشتغل تاني والنادي يقدر يجيب مدرب تاني. رغم النتائج الجيدة اللي حققها بعد توليه المسؤولية، كمان نادي طلائع الجيش أعلن التعاقد مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني السابق لنادي المقاولين العرب ليتولى المسؤولية خلفا للكابتن محمد يوسف. الحقيقة ان الكابتن محمد يوسف والكابتن عماد النحاس اثنين مدربين رائعين، وبالتأكيد نتمنى للاثنين كل التوفيق، الاثنين من أبناء النادي الأهلي طبعا. يعني الحقيقة موضوع روتيشن المدربين في الدوري المصري ده بقى غريب شوية، ولكن كالعادة احنا يعني مختلفين عن باقي دوريات العالم. ده طبعا حتة تغيير المدربين دي غير ان مصر نموذج غريب فيها، انما احنا نقدر نقيم المدرب اللي رايح نادي تاني ولا نقدر نحاسبه على الفتره اللي فاتت لانه ما كملش موسم؟ يعني ايه؟ يعني انا مدرب شغال في نادي دلوقتي، سبت النادي بتاعي ورايح نادي تاني، النادي التاني مش انا اللي عامل له فتره اعداد ومش انا اللي مختار اللعيبه، فمش هتقيمني لنهايه الموسم لان انا ما عملتش اللي عليا في اول الموسم. في نفس الوقت انا ما كملتش الموسم في الفرقه اللي انا مختار لعيبتها واللي انا عامل لها فتره اعداد، فبالتالي برده مش هتقيمني لان ما كملش الموسم، ما حصلش نصيب يعني في الاخر. لا طب احنا لا هنقيم المدرب ولا هنقيم النادي، الموضوع فيه حاجه غريبه شويه. لا تعرف تقيم النادي على اختياره للمدرب لانه ما كملش معاه الموسم، ولا تعرف تحاسب المدرب لانه ايضا ما كملش الموسم مع ناديه، ولا اتحاد الكوره والرابطه عارفين يحكموا الموضوع ده، لان خلاص بقت في كلمه بتتحط دلوقتي بالتراضي. خلاص هو الاول قالك ان المدرب لو ساب ما يشتغلش، لو ساب هو النادي ما يشتغلش في نادي تاني، ولو النادي هو اللي مشى المدرب ما يقدرش يجيب مدرب بسهوله. طب هم دلوقتي بقى بيحطوا كلمه بالتراضي. كلمه بالتراضي دي رغم ان هي كلمه بسيطه وسهله، انما هي حلت المشكله، حلت المشكله للنادي وللمدرب. المدرب هيروح يشتغل في حته تانية ويشوف نادي تاني، والنادي هيجيب مدرب تاني. الروتيشن بقى غريب، وحتى في مدربين عرب ومدربين اجانب بقوا في الروتيشن بتاع الدوري المصري، ده شيء غريب جدا الحقيقه، وبقى يعني مش عايز اقول مضحك، ولكن احنا محتاجين ندي فرصه لمدربين واسماء جديده ومدربين شباب، محتاجين يبقى في فرص كتير على الساحة، وإن المدرب ياخد فرصة وقت كامل. على فكرة ما ينفعش خمس أو ست مدربين بيلفوا على الأندية كل سنة، مش حلوة ولا تجوز، يعني غريبة كمان. يعني حتى التوقيت اللي انت بتمشي فيه المدرب، خلاص المدرب اللي قاعد الفترة دي عارف إنه هو هيجي النادي ده، وفي مدربين ما بتبدأش الموسم وعارفة إنها هتكمل في موسم تاني الفترة دي، شيء غريب يعني. زائد الحلول اللي عندك، ما فيش ولا نادي عنده مدير رياضي، يعني باستثناء الاهلي وباستثناء الانديه الكبيره في مصر، يعني اللي هم 3 4 انديه بالكثير، يمكن اخرهم فيوتشر عنده مدير رياضي اللي هو كابتن عبد الظاهر السقا. باستثناء دول ما عندكش نادي بيدرس الموضوع، يجيب مدرب على احتياجاته اللي هي التارجت اللي هو حاطه، والمدرب ده يجيب لعيبه على الامكانيات بتاعت النادي، دي مش عندك للاسف يعني. وفي نفس الوقت انت لما تجيب مدرب جديد، المدرب الجديد بيشتغل على الخامات اللي موجوده، فبالتالي ملف كبير جدا محتاج كلام كتير قوي، وممكن نبقى نعمل عنه حلقة كاملة بعد كده، ما عندناش مشكلة، بس هو ملف محتاج الدراسة.